محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عنوان بحثنا اليوم وحوارية الطهارة. ذكرنا أنه منهجنا هو الفتاوى الميسرة المبني على أساس حواريات بين ابن وابنه، ويبين له الأحكام الشرعية على أساس مبسط وعلى أساس سهل وعلى أساس حوار بين هذا الأب والابن. وذكرنا في الحوارية السابقة النجاسات وعدتناها، وفي هذه الحوارية نبين المطهرات وكيف نطهر تلك النجاسات إذا ابتلينا بها. وتلك النجاسات نقصد الأعيان النجسة، بالإحاطة أنه إحنا عندنا نجاسة مادية ونجاسة معنوية. النجاسة المادية ترفع بما تنام، والنجاسة المعنوية هي الأحداث سواء كان الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر التي ترتفع إما بالوضوء أو التيمم إن كان حدثا أصغر، وإما بالغسل أو التيمم إن كان حدثا أكبر، وسيأتي البحث والكلام عن ذلك. الآن في المطهرات، من أول المطهرات وأكثرها استعمالا وشيوعا هو الماء. فالماء يعد المطهر الأول، والماء عادة يقسم إلى قسمين: ماء مضاف وماء مطلق. الماء المضاف هو الماء، يعني هذه إضافة لفظية، هو الماء المضاف إلى لفظ آخر. فالإضافة شنو؟ إضافة لفظية. مثل شنو يا هجي؟ ماء الورد. ماء الورد هذا شنو؟ ماء مضاف مثل ماء الورد. بعد باب الرمان، كل العصائر الأخرى، كل العصائر الأخرى تعد من الماء المضاف. بل إن هذا الماء، الماء اللي عندنا إذا أضفنا عليه الصابون أو أضفنا عليه المعقمات هاي العصرية الديتون كذا، مو عد كذلك ماء مضاف. فإذا الماء المضاف، عليكم السلام، الماء المضاف هو الماء الذي أضيف إلى لفظ آخر. نقصد الإضافة حينما نقول ماء مضاف، الإضافة إضافة لفظية كماء الرمان وماء الورد وماء العصائر هاي الأخرى. وحتى لو أضيف له بحيث يغلب عليه ويصير طاهر ومبين، أضيف له بعض المساحيق، أضيف له بعض المعقمات، يسمى ماء مضاف. من اللحاظ الشرع هذا الماء المضاف حكمه شنو؟ طاهر غير مطهر. بعد هذا أولا، ثانيا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. شلون؟ طاهر غير مطهر، يعني أنا أقدر أتوضأ بماء الورد؟ ما يمكن. يمكن أن نرفع النجاسة العينية عن أيدينا بالماء، بماء الورد؟ ما يمكن. أفرض عندك شوية دم في أصبعك وتريد تغسله بماء الورد، يمكن أن تطهره بماء الورد؟ ما يمكن أن تطهره بماء الورد. ماء وحاطين عليه ديتول، أضفنا له ديتول هاي المعقمات، يمكن أن نطهر به النجاسات العينية؟ لا يمكن أن نطهر به النجاسات العينية. لذلك مثل هذا ما يستعمل في المستشفيات، أفرض أكو دم، بقع الدم كذا، يجون يمسحوا بمن؟ بالوصلة ديتول التعقيم وكذا. هذا يطهر شرعا؟ لا يطهر من اللحاظ الشرعي، لا يطهر بهالكيفية. فالماء المضاف هو حكمه أنه طاهر بأصله لكنه غير مطهر، فلا يرفع الخبث ولا يرفع الحدث. لو أن أحدا، عليكم السلام، أراد الوضوء لا يمكنه أن يتوضأ بماء الورد، ولا يمكن أن يتوضأ بماء الرمان، ولا يمكن أن يتوضأ بهذا الماء الذي يضاف إليه المعقمات الأخرى بشكل تطفح عليه، تظهر عليه، لأنه راح يجينا إحنا أحيانا مثلا حينما يتوفى لنا متوفي، إذا أريد الغسل لابد أن نغسله بثلاثة أغسال: واحد بالماء الكافور، الثاني بماء السدر،
لكن بماء الكافور ليس بمعنى أنه ماء مضاف، نضيف إليه قليل من الكافور، قليل من السدر، بحيث لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا. وإلا لو خرج عن كون ماء مطلق ما أمكننا أن نطهر به الميت، وما أمكننا أن نغسل به الميت. فإذا الماء المضاف بنفسه طاهر مطهر غير مطهر، ولا يرفع خبثا ولا حدثا كما ذكرنا. وبعد الحكم الثاني أنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، يعني أقل نجاسة تلاقي هذا الماء وإن كان كثيرا. ولو كان عندك مثلا تنكر كبير من ماء الورد، أو تنكر كبير من ماء البرتقال ماء الرمان، ووقعت فيه قليل من النجاسة، أصبعك فيه شوية دم وحطيته بهذا التانكي، اتصل أصبعك أبو الدم بهذا التانكي، محل النجاسة اتصل بتانكي هذا الماء المضاف، ينجس كله. لذلك إذا واحد مثلا يطبخ للحسين في قزان كبير قدر كبير من تفتين، ومثلا جرح إيده، جرح أصبعه كذا، وطاح في قطرة دم بهذا القدر الكبير، أفرض قدر من المرق مثلا، ينجس هذا كله، ينجس. بعد ما يروح يوزع يقول هذا الثواب الحسين عليه السلام، هذا بعد أصبح نجسا ولا يمكن الإنسان. أو واحد مثلا عنده خزان مال شربة مثلا دا يوزع وبإذا شوية نجاسة، أو وجد فيه بعرة فأرة مثلا، هذا يكون كله نجس، فحكمه أنه لا ينجس بملاقات النجاسة، ولا يمكن لنا أن نطهره. يعني بعد هذا ما نقدر نخلي شربة بعنوان عصير شربة ونطهره أصلا، إلا أن يستهلك بالكامل، ينتهي بالكامل. هذه قضية. فهذا الماء المضاف. إذن الماء المضاف فوين بحثنا في المطهرات؟ فالماء المضاف نستفيد من عند التطهير؟ ما نستفيد من عند التطهير أصلا، وإنما كلامنا راح يكون فقط وفقط في الماء المطلق. فالمياه إذا قسمت أو قسمناها إلى ماء المضاف وماء المطلق من حيث التطهير، الماء المضاف لا ينتفع به في التطهير أصلا، هو طاهر غير مطهر لغيره، طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، فهو لا يرفع لا خبثا ولا حدثا، بل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة وإن كانت كثيرة. الماء المطلق يقسم عادة إلى ماء معتصم وماء غير معتصم. يا يقول لك الماء المعتصم في الماء غير المعتصم الماء غير المعتصم هو الماء القليل الذي ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، بمجرد أن يلاقي النجاسة ينجس هذا الماء. بالك يمي؟ يعني لو عندك إبريق ماء، كأس ماء، وإيدك بها شوية دم، واتصلت يدك بهذا الماء نجس الماء، عندك قدر ماء الماء مو؟ اتصل أصبعك بهذا القدر وفيه عين نجاسة، فيه دوم نجاسة دم مو؟ أو غير من الأعيان النجسة الأخرى، فإن هذا الماء القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. فإذا الماء القليل خلي بالك طاهر بنفسه، طاهر بنفسه، مطهر لغيره. الماء هو اصلا طاهر، واذا اردنا نتوضا به يمكن ان نتوضا به مطهر من الحدث، واذا اردنا نغتسل به ممكن ان نغتسل به، واذا اردنا نرفع به اعيان نجسه ممكن، فهو مطهر لغيره من الاخباث والاحداث. بعد حكم الاخر، حكمه انه ينفعل بمجرد ملاقات النجاسه. حكم الاول طاهر بنفسه مطهر لغيره، الحكم الثاني ينفعل بمجرد
ملاقات النجاسة. لذلك لو جنابك مثلا طبخت تما قزعان افرض مال طبخ الحسين عليه السلام او بالجبهات القتال مثلا الواحد يشتغل طباخ وكذا ويطبخ للمجاهدين او عندك دعوة وديمة كذا وطبخت قدر كبير لا يبلغ حد الكوخ ووجدت فيه بعرة فأر مثلا هذا الماء يعد ماء شنو قديرا هو بنفسه طاهر مطهر لغيره لكنه غير معتصم ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. أحسنت. فالفرق الوحيد أن المضاف طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، أما المعتصم الماء القليل غير المعتصم المطلق غير المعتصم مطهر، هو طاهر بنفسه مطهر لغيره، لكن كلاهما ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة. ثم الماء الآخر القسم الآخر من المطلق وغير معتصم ومعتصم، المعتصم ياهو واحد من هذه الأربعة حكمه تلف على كلمة حكمه، أولا هو طاهر بنفسه مطهر لغيره لا ينجس، ثانيا لا ينجس بملاقات النجاسة بمجرد الملاقاة بملاقات النجس إلا إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة. شنو أحد أوصاف النجاسة؟ لون، طعم، رائحة. ماء معتصم، المعتصم أربع أنواع. هذا المعتصم إما أن يكون كثيرا، كثير يعني كر يسموه بالإصلاح الفقهي، يعني متر مكعب، متر مكعب، متر في متر في متر التفتين، هذا يكون معتصم بنفسه. فهذا لو عندي تانكي كبير ارتفاعه متر وعرضه متر وطوله متر ووقع فيه مثلا طير فمات، نفترض عصفور فمات هذا العصفور، هل ينجس هذا الماء؟ لا ينجس، كثير ماء كثير كر لا ينجس هذا الماء. لو وقعت فيه فأرة فماتت هل ينجس هذا الماء؟ لا ينجس. لو وقع فيه أجلكم الله كلب، مو الكلب نجس عن النجاسة، هل ينجس هذا الماء؟ ما ينجس لأنه كثير. إذا بقي كثيرا يبقى معتصما، وإذا قل عن الكر نفترض صار كر إلا مثلا ولو إلا لترين إلا ثلاثة ألفار، مو هذا يكون ماء نجس، يعني ينجس بملاقات النجاسة، ينجس بملاقات النجاسة. الماء الكثير هذا حكم وكحكمه نفسه حكم الماء المعتصم طاهر بنفسه مطهر لغيره، أنا أقدر أتوضأ به، أقدر أغتسل به، أقدر أرفع به الأعيان النجسة. بعد حكم الآخر أنه لا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، لكن هذا الماء الكثير هذا اللي عندي هو المتر الثاني لمتر مكعب لو وقع به فتسطل الدم بحيث انقلب لونه من عديم اللون إلى اللون الأحمر أصبح شنو؟ نجسا، لأنه تغير بوصف النجاسة. لكن لو أبدي شوية نجاسة فيه شوية دم قد مقدار من الدم مو يتلاشى هذا المقدار من الدم في الماء، ينجس هذا الماء؟ لا ينجس. فإذا الماء الكثير الذي هو متر مكعب، بعضهم يقول ثلاثة أشبار، سمحت السيد السيستاني يقول يعني 36 شبر مكعب، 36 شبر مكعب.
هم يقدروا بالألتار كذا، لكن هو التقدير الماشي عندنا بالأشبار أو بالمساحر. بالمساحر يعني هذه التالكيات اليوم اللي عندنا مثلا بالبيوت إذا كانت 500 الألف أحسن، 500 حرج إذا تالك واحد. ليش؟ لأنه عادة أنت تخلي الأنبوب البوري وين تخليه؟ مو في أعلى، على خلفة شبر عن أعلى التانك. وهي الطوافة من سد الحنفية سدها تقريبا شبر عن يعني لا يمتلئ بكامله. فهو وإن كان قياسه 500 لا يملأ 500 لتر. ما يضر، لكن الألف راح الألف يصير مثلا عندك خلينا نقول 900 لتر بهاي الكيفية. فيطمئن بأنه كثير، يطمئن بأنه كثير وبأنه كثير. فالواحد لو يخليه مثلا في التانكية حتى يطمئن أنه أكثر من 500 التانكية يتصل بعضهم بالبعض. هذا الماء الكثير. الماء الجارية هو ماء الأنهار. ماء الأنهار الذي يجري في الأنهار وما اتصل به يسمى ماء جاري، ويجري عليه حكم الجاري. فالماء الجاري مو هذا الماء اللي يجري بالحنفية وباليسار كذا، هذا شو نسميه؟ هذا ماء كثير، ماء كثير ما يخالف معتصم، إلا إذا اتصل بالماء الجاري، إلا إذا اتصل بالأنهار. فإذا اتصل بالأنهار مو نفترض فرد واحد عنده مطار ومستقيم يسحب ماء من النهار إلى التانكي، وأنت تجي تأخذ من هذا التانكي، هذا شنو؟ يعد ماء جاريا لأنه متصل بالماء الجاري، حكمه حكم الماء الجاري. أما إذا ما كان متصل بالماء الجاري فلا يجري عليه حكم الجاري. فماء الأنهار ماء جاري، وجاري لأنه متصل بالمادة، متصل بالعيون، متصل بالثلوج، فهذا يكون ماء معتصما لأنه ماء يعني لا يشترط طبعا أن يكون هذا الماء الذي نراه ماء كثير. أحيانا عين، ماء عين تنضح، هذه العين نشوف الحوض مالتها قليل لكن هي متصلة بالمادة، فهذا أيضا يصدق عليه أنه ماء جاري. هذا الماء الجاري حكمه شنو؟ أنه طاهر بنفسه، مطهر لغيره من الحدث يمكن أن يرفع به الحدث والخبث بعد. وهذا الماء لا ينفعل بملاقات النجاسة، بل يندس إذا تغير بوصف النجاسة. لذلك إذا عندنا نهر ساقية من النهر، تضرب ساقية من النهر، هاي الساقية هي متصلة بالنهر، فمتصلة وين؟ بالجاري. مو قسم منها وقع فيه مثلا ماء دم، ذبحنا شاف عند هذه الساقية فصار كلها دم، هذا المكان اللي بيه دم وواضح بيه لون الدم يكون حكمه شنو؟ حكمه النجاسة، أنه نجس. والمكان الآخر الذي لم يتغير بوصف النجاسة ما حكمه؟ طهارة، يكون طاهرا. يعني لو نفس الماء، نفس الماء ينقسم قسمين على تصير بهذه الكيفية، إذا ملاحظين أنتم يعني يجري في الماء جاري وأكو تصير بنجاسة، أكو تصير بدم كذا. فإذا تغير بوصف النجاسة نجس، وإذا لم يتغير بوصف النجاسة لم يكن نجس. فوش لو وقع كلب في هذا الماء الجاري هل ينجس؟ يعني إذا أكو أجلكم الله كلب وصار بهاي الساقية، تقدر تتأخذ ماء من هام يم هذا الكلب تتوضى به؟ ها؟ ليش ما تقدر؟ ماء معتصم لم يتغير بوصف النجاسة، هذا إلا إذا تغير بوصف النجاسة ما نأخذ من الماء المتغير، المتغير يكون نجسا دون غيره. وكذلك ماء المطر، المتصل بالسماء الذي لا زالت السماء تمطر عليه النازل، هذا يعد ماء
مطر. أما مثلا مطرت الدنيا ووقفت ورا ساعة وصار عندنا فتشيح، هذا نسميه بعد ماء مطر. من اللحاظ الشرعي هذا لا يسمى، لا يطلق عليه ماء مطر. فما يكون ماء مطر هو الماء الذي يكون متصلا بالسماء بحيث لا زالت الأمطار تهطل، هذا أيضا حكمه أنه طاهر بنفسه مطهر لغيره من الخلف والحدث، ولا ينفعل بملاقات النجاسة إلا إذا تغير بوصف النجس، إلا إذا تغير بوصف ماء الآبار. كذلك مياه الآبار، لاحظوا هاي الآبار أكو عيون إلها مادة، كبريت شنو إلها مادة متصلة في جوف الأرض، متصلة في جوف الأرض، وجوف الأرض فيها مياه كثيرة. لذلك هذا البئر حتى لو كان ماء قليل، حتى لو كان ماء قليل يعد ماء معتصما، فهذا الماء الكثير هو ماء البئر لا ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة إلا إذا تغير بوصف النجس، أو تغير بوصف النجس يعني الأوصاف الثلاثة اللون الطعم الرائحة، وإذا تغير يعد نجسا، وإذا لم يتغير لا يعد نجسا، ويرفع به الحدث ويرفع به الخبث. كذلك هذه المياه المعتصمة الأربعة مضافا إلى الماء القليل هي كلها مياه مطهرة، فإذا أردنا التطهير نطهر بمثل هذه المياه في مقابل الماء المضاف الذي لا يمكن أن يكون مطهرا. بعد ذلك السيد أطال الله بقاء يبين بعض الأحكام. احنا بحثنا في التطهير، يعني كيف نطهر هذه النجاسات. الشيء الأساسي والمهم في تطهير النجاسات هو إزالة عين النجاسة، وإلا إذا لم نزل عين النجاسة حتى لو نبقى نصب ونكرر الصب مرتين وثلاث يبقى المحل نجسا، فما كان فيه عين النجاسة باقي عليه الصلاة وثابت يبقى محله نجسا إلا أن ترتفع عين النجاسة، ولا قيمة للأثر بعد ارتفاع عين النجاسة. كيف؟ يعني لو أن لديك ثوب، هذا الثوب وقع عليه دم، أنت هم دلكت فركت وأزلت، حطيت شوية ماء فركت أزلت شنو؟ أزلت العين، يبقى فت مقدار ربما أثر مثلا فت لون باهت، لكن العين أزيلت، عين النجاسة أزيلت، وصبيت أنت عليه مرة و مرتين كفى ذلك في تطهير هذا الثوب وإن بقي الأثر. فإذا المهم هو زوال عين النجاسة. إذا أزلنا عين النجاسة عند ذاك يكون الإناء طاهرا بعد أن نصب، أو العفو الثوب أو الملبس طاهر بعد أن نصب عليه صبة واحدة. زين، احنا بالماء القليل ايش قلنا؟ قلنا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. اذا عندك فرد اناء نجس، او عندك ملبس نجس، يد نجسة، وصببت عليها بالابريق، اصب انا على يدي، يدي بها دم، هذا الماء النازل من الابريق لاقى النجس أو لم يلاقيه؟ لا، أصب على أيدي وهذا داي ملاقي لا مو ملاقي، لاقى النجس. ياهو اللي ينجس أي مقدار من عنده ينجس من هذا الماء، بس الملاقي، بس الملاقي. أما عمود الماء من يدي إلى الإبريق هذا طاهر، واللي بالإبريق طاهر. إذن حينما نقول أن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة، الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة
مو عمود الماء النازل، عمود الماء النجاسة لا تصعد إلى أعلى، ما به إشقابية، ليس عمود الماء النازل، هذا فرد حكم فرد مسألة. كيف نطهر الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة؟ أنا عندي قدر من الماء، إبريق من الماء، وأريد أطهر هذا الماء بعد أن وقعت فيه شيء، ووقع فيه شيء من النجاسة، أفرض شوية دم صار فيه، كيف نطهره؟ ها؟ لا، الشمس، الشمس مطهر الثواب. ها؟ نوصله بالماء الكثير. مو شرط، مو شرط. يعني لا يشترط أنه يفيض الماء، هذا المتعارف عندنا، لكن إذا امتزج الماء النازل بالماء الموجود القليل، إذا امتزج طهر الماء القليل. بس أكو شغلة أخرى عند السيد السيستاني أطال الله بقائه، أن الأواني لا تطهر إلا بتطهيرها 3 مرات تلبات. لذلك أنا مثلا عندي فرد قدر، هذا القدر فيه ماء نجس، يعني ماء متنجس، تنجس مثلا بملاقات اي نوع من انواع النجاسه التي عددناها، هذا الماء اذا اريد اطهره اوصله بالكثير بالتانك، اوصله بالجاري، اذا وصلت بالكثير او بالجاري وامتزج به، هل مقدار هذا ولو دقيقه هو يكفي هنا شنو طهر هذا الماء؟ فانا ما طول الحنفيه تجري او الاتصال صاير اخذ ماء يكون حكم الماء أنه طاهر، لكن بمجرد أن أقطع الحنفية تعود النجاسة، تعود النجاسة، لأن الإناء عند السيد السيستاني أطال الله بقاء لا يطهر بصبة واحدة أو بمرة واحدة، بل لا بد من تطهيره بالماء 3 مرات. من المسائل الابتدائية نتصور بمجرد أن يوصل بالكثير يطهر، لا لا يطهر، لأن الإناء يبقى نجسا. لذلك هنا بصراحة يعني مثلا إذا عندنا تانكي ووقع في التانكي مثلا جور، وهاي في القضية لابد أن نطهر 7 مرات راح تجينا المسألة، إذا وقع في التانكي عصفور ومات هذا العصفور لابد من تطهيره 3 مرات، لابد من تطهيره 3 مرات، وعليه فيكون واحد يحتاط بهذا الأمر، يعني مو بمجرد أن يتصل الماء نبني على طهارته بعد انقطاع الماء، بل يكون طاهرا طالما الماء متصل به الماء الكثير. وش هذه قضية؟ إذا ولغ كلب من إناء فيه ماء، ولغ يعني شرب، شرب من إناء فيه ماء، كيف نطهر هذا الإناء؟ إناء قليل وجاء كلب أجلكم الله فشرب من هذا الماء، كيف نطهره؟ لا، الكلب أجلكم الله نجاسته تختلف. طبعا هذا الماء بعد تطهيره ليس، يعني حتى لو طهرناه يبقى الإناء نجس. فإذا وصلنا بالماء الكثير كالأول وطهرناه، نطهر فقط الماء، والإناء بمجرد أن نقطع عنه يبقى نجس، بل يبقى نجسا. يطهر الإناء بعد سكب الماء بالتراب مرة وبالماء مرتين، يعني بالأول نسكب الماء البي ثم نمسحه بتراب كامل كأنما نغسله بالتراب، بعد ذلك أن نطهره بالماء. إذا ولغ الكلب نطهره بالماء مرتين، وإذا وقع فيه من لعاب الكلب نطهره بالماء 3 مرات بعد تطهيره بالتراب. إذا مات جن في إناء، كيف نطهر هذا الإناء؟ يغسل، هذه أحكام خاصة يعني تختلف عن أحكام النجاسات العامة، يغسل هذا الإناء بالماء 7 مرات وإن كان الماء كثيرا، وهذه أحكام يعني واردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
أجلكم الله لو نجس ثوب بالبول كيف نطهره؟ نصب عليه مرتين طبعا بعد الدلك وبعد العصر. لذلك الآن المتعارف عندنا أن هذه الفرش هذا الفرش إذا جلس الصبي متبولا على الفرش شلون يطهرون؟ الشمس لا تطهر، راح تجينا كيف تطهر الشمس. الشمس لا تطهر الفرش، شلون تطهرون انتو بنات شلون تطهرون؟ هذا ما يطهر بالشمس، بل لا بد من تطهيره بالماء بعد زوال العين بصب الماء مرتين عليه. لا 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 ابدا ابدا ابدا، لانه تبقى عين النجاسه فيه. الشمس لا تطهر الفرش، الشمس راح تجينا تطهر الثوابت. جيد. كذلك الخنزير اجلكم الله اذا ولغ في اناء نطهره بعد غسله 7 مرات. إذا كان الإناء قد وقع فيه شيء من الخمر كيف نطهره؟ يطهر 3 مرات. الإناء يطهر بصب الماء فيه 3 مرات، يعني بعد كمين غسله ونسكب الماء، ثم نغسله مرة ثانية ونسكب الماء، ثم مرة ثالثة ونسكب الماء سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. وطبعا هذا كله بدون استعمال هذه المساحيق وغيرها. لعل هذه أهم أحكام التطهير بالماء المعتصم، بالماء المعتصم وبالماء القليل. ثم يبدأ سماحة السيد في بيان المطهر الثاني وهو الشمس. الشمس فيها دمك، إذا بقيت على النجاسة وإن جفت على الأرض ممكن نعتبرها طاهرة؟ لا تعد الأرض طاهرة. ولو بال صبي وبقي الأثر وإن جفت هل تعد الأرض طاهرة؟ لا لا تعد الأرض طاهرة. إذن لكن ما لا بد من زوال العين ابتداء، فنزيل عين النجاسة صب عليها ماء نزيلها ثم تجف الأرض أو يجف الجدار بعد شروق الشمس عليه، بعد تجفيف الشمس له. فلو جف بالريح هواء عالي وجفف الأرض ولم تشرق عليه الشمس، هل يعد طاهرا؟ لا يعد طاهرا. فالأرض فالشمس تطهر الثوابت، لكن بشرط زوال عين النجاسة واستناد جفاف الأرض أو الثابت لأشعة الشمس. سؤال بناء على هذا، لو أن صبيا مثلا أجلكم الله بال على أرض ودك صبة كاشي
وتشرق عليه الشمس. أيوة، وهذا بال في الليل، فجلست صباحا مو أردت أن تطهره، كيف تطهره؟ وجدته جاف، البول جاف. احنا لا نفترض أن نطهر بالشمس، إذا نقدر نطهر بالماء ذاك موضوع انتهينا من عنده. الآن أريد أطهر بالشمس، أفرض ما عندي ماء كثير، عندي ماء قليل ما يكفيني، أنا أستفيد من عنده مثلا للتطهير، أريد للطبخ، أريد كذا، يعني أحسن. فلا بد من صب الماء عليه لكي يجف تحت أشعة الشمس. إذا ما جف تحت أشعة الشمس شنو؟ كان نجسا، بقي نجسا. اكو قضية اخرى، انه هاي توابع الارض، افرض اكو حصى على الارض، هل يطهر هذا بالتبع للارض، يعني حكم الارض لو نرفع الحصى ونطهره؟ حكمه حكم الارض. الأشياء التي وضعت في الأرض، افرض مسمار مثلا، المسمار عند السيد السيستاني، عند بعض العلماء الأرض أو الثوابت وما ثبت على الجدار وكذا، حكم الثابت عند السيد السيستاني لا، على الأحوط وجوبا لا بد من تطهيره على حدة لنفسه، لا تطهره الشمس. المطهر الثالث هو زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان غير المحضر.